Hi, my student. How are you? I hope you're all doing well. Last lesson, do you remember we take a story about my magazine picnic by the lake? أخذنا هاي الستوري. أعطينا title الكل box. أعطينا عنوان الكل مربع. وعرفنا زمن the present simple. قلنا present simple هو زمن المضارع البسيط. وأخذنا إنه هو يأخذ do زين. وياخذ الاس وياخذ الاس ايش وقت من عندنا هي شيئت وها هي غيرها ما ياخذ اس ماشي ورا ما عرفنا هدني وقلنا بيش ننفيها ننفيها بدو زائد نوت تصير دونت وبيش بيش نسال بدو وقلنا انه الدو حرامي اذا شافت اس بالسؤال تاخذ الاس وتسوي روحها بالهي وشي والات داز ذكرتوها هسه open your books on page 70 Here we have check my understanding. Check my understanding. يعني check my understanding يعني لازم نفتهم أو نشيك فهمنا إنه إحنا افتهمنا القطعة لو لا راح نشوف نفسنا إنه افتهمنا القطعة لو لا شلون نشوف نفسنا افتهمنا القطعة لو لا أدنى هذه أسئلة أدنى boxes فارغة نعبيها بأرقام. راح نخلي القصة بالتسلسل مثلا هذه نمبر 1 العائلة ايش سووا the family went on a picnic العائلة راحوا برحلة او سفرة زين ومطينا البوكس البوكسز الفارغة زين مخربطة يقولنا حطوا لي نمبر 2 وينه نمبر 3 وينه نمبر 4 وينه فاحنا لازم نرتب القصة من جديد شلون نرتب القصة نرتب القصة نرجع هنا ونشوف القصة ونبدي نرتب هنا خلينا نبدي نحل سوية ونرجع كل ما نشوف فتشي نرجع على القصة عم نحلها بالتسلسل نمبر 1 The family went on a picnic اوكي زين نمبر 2 نشوف هدني البوكسس الفارغة يا هي بهم نمبر 2 هل هي that catch a fish لو they got into the car لو they got out of the car لو then dad went fishing in the lake and it was a great day لو they cooked the fish يا هي بيهم ورا ما راحوا رحلة وين راحوا من راحوا رحلة سووا بيش يروحون رحلة أكيد بالسيارة في نمبر 2 راح يكون they got into the car okay نجي نمبر 3 they drove to the lake زين هنا نعملكم تتبهولي على زمن راح ناخذه هسه تلاحظون القصة ما بيها go بيها went ما بيها drive بيها drove زين بعد ما بيها get بيها got اوكي بعد شنو عندنا ما بيها cook بيها cooked ما بيها watch بيها watched نهايتها شنو نهايتها ايدي هذني هذا زمن جديد اللي هو اسمه past simple tense past simple tense اذا تتذكرون احنا شرحناها بوقتها بالصف على السبورة بدرس الاثرائي كان عندكم past simple tense زمن الماضي البسيط ولما نكمل حل هاي القطعة راح اكتب لكم القاعدة ونرجع نشرحها سوية عمود تتذكرون past simple tense زمن الماضي البسيط so هسه عندنا number 3 they drove to the lake number 4 هسه بعد ما هاي اخذناها فنشطبها صارت number 2 number 4 ورا ما راحوا قادوا السياره للبحيره ايش سووا they got out of the car اكيد نزلوا من السياره هسه number 5 first they unpacked the picnic bag اكيد هم فكوا حقيبه السفره وقاموا يفرغون الغراض number 6 then dad went fishing in the lake وراها الوالد راح يصيد السمك بالبحيرة زين هسا نروح number 7 the children watched dad fishing الأطفال كانوا يباعون أبوهم شلون يصيد تشوفون كانوا بالزمن الماضي كانوا ينظرون إلى أبيهم عند صيد السمك عندما صاد السمك ماشي وراها number 8 هسا ندور على number 8 Where is number 8? Where is number 7? Number 8. Dad catch a fish. الأب هو اصطاد سمكة.
زين هسه نمبر 9. The children found wood for the fire. قلنا إنه الأطفال راحوا يجمعون الحطب على مود يشعلون النار. زين نمبر 10. They cooked the fish. هم طبخوا السمكة زمن ماضي. They cooked the fish. زين ساعدنا 11. They ate the fish and all the picnic food. أكلوا السمكة وأكلوا كل الطعام مال السفرة. شوفوا لي ate اللي هي شنو هي يأكل اللي هي أصلها شنو بالمضارع eat. هاي الزمن الماضي بالماضي تتحول هسه نشرحها. أوكي زين. The last one اللي هي 12. It was a great day. It was a great day. كان يوما جميلا أو يوما رائعا. هسه ننتقل على الصفحة اللي وراها. Turn your page اللي هي 71. Write your own story. Write your own story. هنا نمطينا قطعة على مود نكتب قصة بس القصة خاصة بيكم. يعني هذه شنو أريدها؟ هذه أريدها homework لأن أنتوا لازم تصنعون القصة الخاصة بكم نفس ديك القصة شفناها مع العائلة راح السفرة. أنتوا راح تصنعون قصتكم بهاي الفراغات. أنا راح أحل القصة حسب ما أني قصتي. زين راح أقولكم على قصتي شنية هسه أكتبها وأقرأ لكم إياها بس أنتوا كل واحد يكتب قصته ما يصير تنقلون نفس قصة مالتي. أوكي كل واحد يكتب القصة مالته الخاصة بي. أنا هنا كتبت القصة عن نفسي فراح أقرأ لكم إياها وأترجمها وأنتوا كتبوا القصة عن نفسكم. زين هسه شي قلنا هنا قلنا my picnic رحلتي it is تكتبون هنا اليوم التردو مثلا أنا قلت it is Sunday and I am going on a picnic with منو with family. زين هنا قلت هو يوم الأحد وأنا رايحة رحلة ويا من تكتبون هنا ويا من تردون الرحلة عائلتكم أصدقائكم منو تردون. أنا كتبت ويا عائلتي. زين we are going to the يا مكان راح تروحوا له كتبوا هنا. أنا كتبت we are going to the mountains إحنا رايحين للجبال. زين بعدين قلت in the picnic bag I put بالحقيبة مع الرحلة إيش خليت؟ خليت lots of sandwiches and cookies. خليت هواية من الشطائر وخليت أكيد كعك أو بسكويت. زين some fruits and some salad. خليت أكيد فاكهة شوية وخليت سلطة. زين وراها we got into the car صعدنا بالسيارة my فراغ drove the car من سايق السيارة. يعني بابا منو أخوكم عمكم منو كان رايح وياكم سايق السيارة. أني قلت my big brother drove the car أخوي الكبير قاد السيارة. first أول شيء سوينا we played games إحنا لعبنا شوفوا ماضي لعبنا ألعاب. then we unpacked the picnic bag أفرغنا محتويات الحقيبة. we ate اللي هي أصلها eat تتذكرون أصلها eat تحولناها ماضي صارت eat. we ate all the food it was delicious يعني لذيذ. it was a lovely day كان يوم ممتع أو كان يوم جميل جدا. زين فأنتوا هنا شو تسوون؟ تسوولي تعبولي القطعة على الأشياء اللي تحبوها أنتوا سووا قصتكم make your own story. okay هسه راح نشرح الزمن اللي هو past simple الماضي البسيط. احنا اتفقنا بكل زمن عندنا 3 things اللي هي تكوينه وبعد شو عندنا وين we can use it يمتى نستخدمه او شلون نستعمله. زين وعندنا الكويشن اللي هو يمتى نسال ويمتى نسوي نفي. ماشي عندنا هاي 3 أشياء لازم نعرفها. أول شيء نبدي بتكوينه زمن الماضي البسيط تكوينه كلش بسيط اللي هو subject زائد verb زائد ed يعني فاعل زائد فعل والفعل تخلوه له ed نفس ما قلت لكم هنا صارت هذا الفاعل they هم الفاعل
والكوك اللي هي الفعل، يقول لك الفعل هنا او يقول لك الفعل هنا شو تضيفه له عم يصير ماضي، نفس البريزنت سمبل بس اذا اريد نسويه ماضي شو نضيف له؟ نضيف له ايدي. شو نضيف له؟ ايدي. وين نضيف الايدي؟ للفعل مو الفاعل، مو انت او هي او هم، لا للشيء اللي تسوونه. الفعل شنو الفعل؟ هو شيء نسويه. زين، ياكل، يشرب، يركض، يلعب. اوكي، اسويها شنو؟ ركضه، لعبه، شربه، اسويها ماضي نفس قواعد اللغه العربيه بالضبط. زين، فهنا عندنا فاعل ذي هم وكوك اللي هي الفعل، شنو نضيف لها عم تصير ماضي؟ ورا نضيف لها ايدي صارت ماضي. they cooked يعني طبخوا زمن ماضي. they cooked هنا the children watched الأطفال شاهدوا. زين، كلش بسيط ما يراد لشي. يقول نضيف لإيدي أو دي وحدها. يمتى نضيف دي وحدها؟ إذا كانت نهاية الكلمة إي فنضيف دي، لأن ما يصير نخلي إي إي دي، لأن هي القاعدة تقول نضيف إيدي. بس إذا كانت نهاية الكلمة هي بها إي أصلاً، خوما نضيف إي إي دي، خوما صير هيكي. خلي أشوفكم القاعدة تقول نضيف إي دي. إذا نهاية الجملة بها إي أصلاً راح يصير مش كم إي عندنا؟ إي اثنين، ما يصير يصير إي إي دي دي، ما يصير. فنحذف وحدة من الإي وتبقى إي وحدة. زين، فإذا شفتوا إي بنهاية الجملة بس ضيفوا دي قبل، ماشي؟ إذا ماكو إي بنهاية الجملة فنضيف إي دي. أوكي، افتهمنا؟ عندنا مثال they cooked the fish. they هم الفاعل، الفعل cook شو نضيف له؟ نضيف له ايدي، هو نهايته اللي هنا ما بي اي، اذا نضيف له ايدي. زين، they cooked the fish هم طبخوا السمكة. هسه ننتقل على فد ملاحظة مهمة اللي هي الverbs الافعال. الافعال عندنا نوعين من الافعال. شنو نوعين من الافعال معناها؟ يعني عندنا نوعين اللي هي regular واللي هي irregular. regular وirregular. الirregular يعني شاذة، والregular يعني عادية مثبتة. اوكي، هذه شاذة هذه عادية. يعني شنو مس؟ يعني عندنا افعال شاذة ما تتحول باضافة الايدي. احنا مو اتفقنا فعل الماضي اذا اريد نحوله ماضي شو نضيف له؟ نضيف له قبل ايدي. فعل الماضي اذا اريد نحوله ماضي شو نضيف له؟ نضيف له قبل ايدي، ماشي؟ بس هنا يقول اكو افعال ما نقدر نضيف لها ايدي. هاي افعال عندهم هم حفظ، فانتوا لازم تحفظوها. كل ما تقدمون سنة يطوكم افعال جديدة شاذة تحفظوها. ليش؟ لان هاي ما يصير نضيف لها ايدي عم تصير ماضي، هاي نحفظها هيك مثل ما هي. زين، مثل الافعال قلنا احنا اتفقنا اي شيء نريد نحوله ماضي شو نضيف له ايدي. مثل help شو يصير؟ helped، ضفنا لها ايدي صارت يساعد صارت ساعده، ماشي؟ زين، اكو افعال ما تقبل الايدي، تقول انا ما تخلوا لي ايدي، ما اقبل ما اريدها. زين، تقول اني وحدي، اني في الشخصيه وحدي اريد اغير جملتي كلها، ما تضيفوا لي بس ايدي، يسموها سبيشال وحدها. زين، فهذه شو نسميها؟ هذه نسميها طاره عن القاعده، ما تقبل تجي ويانه. نسميها شنو؟ irregular شاذه. مثل شنو؟ هذين الكلمتين تحفظوها، واذا اكو بعد كلمات انا راح اكتب لكم اياها. مثل كلمه الجو بالماضي تصير went، الجو تصير went، ما تصير نضيف لها ايدي. يعني شنو ما تصير نضيف لها ايدي؟ يعني ما يصير هنا أنا اقول الجو قاعدتي تقول اذا اريد احولها ماضي اضيف لها ايدي، ما تصير جوكت خطا. الجو شاذه، تقول انا شاذه لا تخلوا لي ايدي. من اجي تسووني بالماضي تسووني went اللي هي went، go بالماضي تصير went، يذهب ذهب. الميك نفس الحالة، الميك نفس الحالة، تقول اني بالماضي لا تخلوا لي ايدي، ما اصير ايدي ما اقبل، سووني made يعني صنع او صنع. زين، صنع بالماضي، ميك تصير ميد، لا تخلوا لي ايدي. اذا ذني الاثنين لازم نحفظهن لان شاذه، من تيجي بالجمله نعرف انه هاي شاذه. يعني الجو شو تصير؟ قبل حافظيها، الجو تصير وينت، الميك تصير ميد، ما عدا ذني كلهن نضيف لهن ايدي. زين، ما عدا ذني الشادات اللي وحدهن ما قبلن يفوتن ويانا، البقيه اريد نسوي ماضي كله نضيف له ايدي. اوكي،
ساعدنا نمبر 2 اللي هو وين كان وي يوز ات. اتفقنا نمبر 1 تكوينه، نمبر 2 يمتى نستخدمه. فعل الماضي يمتى نستخدمه؟ نستخدمه في احداث تمت وانتهت في زمن محدد في الماضي، يعني شغله سويتها بالماضي وانتهت. انا شربت مي البارحه، راح لو مو راح، سويته لو مو سويته هذا الشيء، اي راح وانتهى وقضى عليه زمن هوايه من البارحه. اني اكلت سمك يوم الجمعه، انا سويت يوم الجمعه حدث انتهى واكلته وراح بمرتي، انا اكلت سمك وراحت. اوكي، فهذا هنا نستخدم فعل ماضي من اريد احكي على فتشي حدث بالماضي بفتره زمنيه وخلص، يعني سويته، مو فتشي ما سويته، لا سويته وخلص. اذا we use past symbol for completed action in a specific time in the past. Completed action in a specific time in the past. نستخدم الماضي البسيط في أحداث تمت وانتهت في زمن محدد في الماضي. أوكي؟ فشي سويته وانتهى. قبل شوية أكلت بسكت، سويته وانتهى، راح قبل شوية، فصار زمن ماضي. كل شيء سويته وانتهى راح صار زمن ماضي. انتبهولي، فتشي سويته يعني كملته، مو عفته عن نص، لا كملته، اكلت البسكت وخلصت، يعني صار ماضي، اكلته وخلصت. اوكي، هسه نيجي على اخر شيء. بعد ما عرفنا امتى نستخدم زمن الماضي، نستخدمه بزمن بنريد نحكي على فتشي سويناه وخلص. هسه نيجي على السؤال والنفي. طبعا انتم تتذكرون احنا قلنا الدو هي حرامي، الدو هي حرامي، اي واحد بصفها باضافه تبوق الاضافه مالته، مثل الدو من راحت يم الهي والشي، من راحت يم الهي والشي والات، ايش سوت؟ باقت منهم الاس، فصارت صارت داز، مو لولا، باقت الاس من عندهم، تذكرتوها؟ فالدو احنا قلنا بعدها عندنا حرامي. الدو ايش سوت بالماضي؟ الدو قالت اني اتحول بالماضي، خلوني ديد، اني بالماضي خلوني ديد، بس شنو؟ ترى اني ابقى حرامي، شفتوا؟ اذا دو قالت اني تنكرت صرت ديد، بس ترى اني بعدني حرامي، فدر بالكم من عندها، هي بعدها حرامي بس لبست غير لبس، سوت روحها ديد، ماشي؟ فالدو صارت صارت ديد، قالت اني بالماضي تنكرت صرت ديد، بس ترى بعدني ابوك، دير بالكم من عندي، بعدني حرامي. شلون بعدها حرامي؟ هسه نفتهم. اول شيء نجي على النفي. ورا ما صارت الدودت، يعني الماضي عندنا شنو؟ الماضي ننفيه بالديد. طبعا احنا متفقين اذا نريد ننفي شنو نخلي؟ نات، ديد نات، بعدين تصير سويه ديد نات. وطبعا احنا نستخدم الاختصار، فش تصير؟ نحذف الاو ونضيف بارزه اللي هي كوما، تصير ديدنت، ديدنت. احنا نستخدم هذا هنا اكثر من ذني، اكثر من هذا نستخدم هذا ديدنت. حالة السؤال نستخدم هم ديد، نفس ما استخدمنا دو، تجي ديد بالبداية وتقول أنا حرامي، يعني شنو أنا حرامي؟ تتذكرون هاي الجملة they cooked the fish، طبخوا السمك، مو هذا ماضي؟ إذا أريد أسوي له سؤال شو أسوي؟ أجيب الديد، من جبت الديد؟ إيش راح أسوي الديد؟ الديد مو قالت أنا حرامي؟ راح تبوق الإيدي، راح تبوق الإيدي وتوخرها، تبوق هضمها بجيبها، زين؟ فانتبهوا زين، من نريد نسوي سؤال نجيب ديد بالبداية، بس الديد ايش راح تسوي؟ راح تروح على الفعل تبوق الإيدي مالته، وراح تحذفها، ضمها بجيبها، ضمتها هنا، شوفوا ضمتها هنا جوا، ضمتها بجيبها وسدته، زين؟ فهنا ايش راح يصير عندنا؟ ورا ما ضمتها خلتها بدون إيدي، عافته هيجي، باقت كل غراضه. فايش سوت؟ سوت did they cook the fish، did they cook the fish، زين. فاذا نريد نسال نستخدم did، اذا نريد نسال نستخدم did. اوكي، ولا نريد نسال نستخدم did. والديد شو تسوي؟ لان هي اصلا متنكره وقالت انا بعدني حرامي، راح تبوق الايدي من الفعل، زين، فما يصير نخلي ايدي هنا، اذا خليته يصير غلط، فهيك يصير مجرد من اي اضافه، يعني ما بي اي شيء، لان الاضافه الايدي باقتها وخلتها بجيبها الديد، ماشي؟ سو نفس ما عرفنا انه هسه الديد هي
تجي على الفعل شو تسوي، تهوقه ترجع لأصله نفس ما كان قديم، تأخذ كل غراضه فتبقي بدون إيدي، هي تأخذها وتضمها بجيبها. زين هذني هذه الديد وغيرها اللي هي قلنا الأفعال اللي تأخذ إيدي مثل هاي هسه هنا، هذه الزمن اللي يأخذ إيدي هاي يسموها تصريف ثاني. يعني شنو التصريف ثاني؟ يعني هنا نشوفكم شلون يعني تصريف ثاني. التصريف الثاني يعني هذا نسميه تصريف أول، هذه شوفوها زين، هذه جو تصريف أول. من أريد أحولها ماضي شو اتفقنا؟ هذه irregular شاذة، شو تصير؟ تصير went مو لو لا، هذا يسموه تصريف أول، هذا يسموه تصريف ثاني. هذا الأصل، هذا يسمونه تصريف ثاني، تصريف ثاني للفعل، ثاني للفعل. أوكي، تصريف الثاني للفعل. فأي شيء نحوله ماضي، مثلا أقولكم أعطوني التصريف الثاني للفعل go، معناها تحولوا ليها ماضي. زين أعطوني التصريف الثاني للفعل cook، شو تصير؟ هذه شاذة لو لا؟ هاي مو شاذة. القاعدة شو تقول؟ إذا أنا مو شاذة شو تخلولي؟ تخلولي إيدي. إذن نخلي إيدي. أقولكم أعطوني التصريف الثاني للفعل cook، هذا التصريف الثاني يعني حولولي ياها ماضي. زين أو أقولكم شنو هي الباست of go، شنو ماضي go؟ تقولولي went. What the past of cook، شنو الماضي مال cook؟ تقولولي cooked. يا أما أقولكم شنو التصريف الثاني، يا أما أقولكم شنو الماضي. ذكروا زين، التصريف الثاني للفعل معناها تحولوها ماضي، التصريف الثاني للفعل معناها نحولها ماضي. عندنا ملاحظة أخيرة اللي هي احنا بالمضارع إذا تتذكرون كان عندنا الأفعال المساعدة اللي هي الإز والآر. الإز والآر الأفعال المساعدة بكل زمن تتحول وياه، هذول أصدقائه بكل زمن يتحولون وياه. إذا مضارع يروحون يصيرون مضارع، إذا ماضي يتحولون يصيرون ماضي. زين شنو بالماضي شلون يصيرون؟ أنا أقول لكم شلون يصيرون، راح يتحولون يتنكرون نفس الدد بس ما يبوقون ذولا، بس الدد تبوق. زين راح يتحولون الإز تصير واز والآر تصير وير. الإز شو تصير بالماضي؟ واز. والآر شو تصير بالماضي؟ وير. هاي لازم تحفظوها، لازم تعرفوها. الأفعال المساعدة بالماضي تصير واز وير، يعني إز وآر. ماشي، الآر للجمع، الوير للجمع، الإز للمفرد، الواز للمفرد. أوكي now يا حلوين open your activity books on page 68. Here we have read about Dima's day and write the food in the correct place. عندنا هنا فريج، وهنا سوبر ماركت، هنا كيتشن، هنا عندنا أماكن فارغة مع الأكل راح نعبيها بالأكل اللي راح نقرأه هنا بهذه القطعة. طبعا هذه الباريغراف أنا جبت لكم إياها بالشفهي وامتحنتوا بها شفهي، فراح تكون مألوفة عليكم. يلا نقرأ. On Saturday by Dima, we went on a picnic. On Saturday, we looked for some food. انتبهوا لي على أفعال الماضية، هي look ضفنا لها إيدي صارت ماضي. الwent أصلها شنو؟ خلنا أكتب لكم إياها، أنا مودي شوية تتعلمون عليها. الgo الwent أصلها go، الwent أصلها go، وهنا أنا looked ضفنا إيدي. زين we went on a picnic on Saturday، رحنا الرحلة يوم السبت. We looked for some food، رحنا دريد نبحث عن شوية، دريد ندور على شوية طعام. First we looked in the fridge، أول شي رحنا نشوف الثلاجة مالتنا بيها لو لا، لا تنسون هاي ماضي. There was أصلها شنو؟ is. شوفوا there was some meat، chicken and lettuce tomatoes cucumber and cheese. هسه هاي وين لقيناها؟ لقيناها بالفريج، لقينا meat chicken lettuce tomatoes cucumber and cheese. إذا نكتب بالثلاجة نكتب ذني هذني منانة اللي هنانة، ذني كلهن نكتبهن بالثلاجة اللي هي meat chicken lettuce tomatoes cucumber و cheese. أوكي نجي هسه جوا الباراجراف الثاني. Then we looked in the kitchen. There were where W
انا طبعا هم ماضي ما في داتا اقول لكم وير اللي هي شنو اصلها قلنا ار فيري جود lots of olives. هسه احنا وين رحنا؟ وين رحنا؟ رحنا للكيتشن للمطبخ. ايش راح نلقى بالمطبخ؟ لقينا olives زيتون, 5 apples 5 تفاحات, 5 tins of lemonade and a big cake. اوكي ايش لقينا بالمطبخ؟ لقينا هنا نكتب olives ونكتب نكتب ايش كم apples لقينا, نكتب 5 apples زين. وبعد ايش لقينا هنا ورا ال 5 apples باعوها 5 apples, وراها لقينا 5 tin of lemonade. هنا ما تكفي تقدرون تكتبون رقم 5 tin of lemonade. وبعد لقينا a big cake, a big cake. اوكي اذا هنا بالكيتشن عندنا olives 5 apples 5 tin of lemonade وعندنا a big cake. هسه ننتقل على الباراجراف الأخير. We need it. We need it. We needed some bread for the sandwiches. Need يحتاج. وضفنا لها إيدي صارت احتاجة ماضي. We needed some bread. احتاجينا بعض من ال خبز أو الصمون for sandwiches. احتاجينا بعض من الخبز والصمون عم نسوي شطائر. So we went to the supermarket. وين رحنا؟ هسا عندنا القطعة الأخيرة اللي هي supermarket. We went to the supermarket. We also wanted wanted. ضفنا لها إيدي اللي هي want يريد, وضفنا لها إيدي صارت ماضي يعني أرادة أو ردنا زمن ماضي. We wanted a packet of biscuit. ردنا باكيت من البسكويت زين, and some chocolate بعض من الشوكولاتة زين. Dad made a fire and cooked طبخة the meat. We had a lovely day. Dad made هذه الميد شنو قلنا مثل الجو, الجو صارت وين؟ الميد شبيهة يصير الميد شنو أصلها؟ make بالمضارع صارت ماضي made لأن هاي شاذة تقول هاي تدخلوا لي إيدي بس البقية نخلي لهم إيدي بس make will go. الجو صير went والmake صير made. أوكي هسا نرجع على السوبر ماركت. اللي إحنا السوبر ماركت احتاجينا some bread خبز زين, وبعد إيش ردنا؟ ردنا شنو بعد؟ ردنا باكيت اوف بسكويت وردنا شوكولات, ردنا باكيت من بسكويت وردنا شوكولاتة. فنكتب هنا a packet of بسكويت وشوكولات وبريد زين. نكتب شنو بعد؟ نكتب بعد خبز. اوكي a packet of بسكويت شوكولات وبريد. تقدرون تكتبون بريد اللي فوق بس انا ماكو مجال من ورا هاي الجملة كبيرة. اوكي كتبتها اللي جوا. هسه هذه انت معلف على الماضي من تحلون. Ask and answer test your partner. هنا عندنا اسأل وجاوب واسأل صديقك او يعني اختبر صديقك. هنا المفروض بالصف بس ما عندنا راح نقرأها سوية. هنا شو يقول؟ Where the tomatoes. Where the tomatoes. احنا نعرف الوير شنو وصلها؟ اصلها are. فاحنا نسويها ماضي عم نسوي سؤال ماضي شنو نخليها؟ خليها where. فصارت where the tomatoes. وين البندورة أو الطماطة؟ فش راح تقول له؟ راح تقول له where they in the kitchen. مو كانت بالمطبخ لو لا زين. فراح يقولها no they were in the fridge. قلها لا غلط انت حزاتي غلط, هن كانت بالثلاجة مو بالمطبخ. هنا هسه شي يقولنا number C letter C شي يقول circle all the past tense verb in Dima days. يعني أنا أصلا حليت لكم إياه تقريبا أو حليتها أصلا بس هم راح يكون اختبار لكم. يقول حوط الكلمات الماضي كلمات الماضي اللي هي مثل cooked مثل هاي. حوط كلمات الماضي بهاي القصة مال ديما. فهذا شنو هذا؟ هذا سي هومورك. لازم تحوطون
أي فعل ماضي موجود بهاي القطعة، حوطوه ودزوا لي إياه. زين نمبر اللتر بي شي يقول write the past tense of these verb، يعني اعطوني التصريف الثاني للفعل، يعني التصريف الثاني ايش قلنا؟ يعني الافعال هاي حولوا لي اياها ماضي. قاعدتنا شو تقول بالماضي؟ تقول اذا ردت تحولني ماضي خلي لي ايدي، بس اكو افعال شاذه ما تاخذ ايدي، ما تاخذ ايدي، تقول اني وحدي حولني. الجو قلنا شو تصير؟ الجو فعل شاذ، شو تصير؟ كتبوها. اللوك مو فعل شاذ، شو تصير؟ شو تضيفوا لها؟ النيد شو تضيفوا لها؟ الوونت شو تصير؟ شو تضيفوا لها؟ الميك عندنا فعل شاذ، شو تصير؟ الكوك مو فعل شاذ، شو تصير؟ هذه هوم وورك. اوكي وذا لاست، ذا لاست وان اللي هي عندنا لوك سي كفر رايت تشيك اللي هو الاملاء. هذه الكلمات كلش مهمه، هذه الكلمات تجيكم بالامتحان املاء. زين هذه سبيلينج املاء، تكتبوها تحجوها وتشيكون اجابتكم، بعدين همين تكتبوها وتحجوها وتشيكون اجابتكم، تتمرنون ثلاث مرات تكتبوها على مود تتمرنون شلون تنكتب الكلمه وشلون تلفظ. عندنا كلمه سم بعض، هالف نص، والود اللي هي هلك، من كنا نستخدم القاعده would you like some orange juice، هل تريد او هلك ببعض عصير البرتقال. اوكي والاني اللي هي تي جي اي، يعني اي تفاح او بعض من التفاح، اني جوز، اني جوز اي عصير، اني فروتس اي فاكهه. اوكي هسه شنو صار عندنا الهوم وورك؟ عندنا هذا هوم وورك اللي هو نحوط الافعال الماضيه بهاي القصه، وعندنا هذا هوم وورك تحويل الافعال الى ماضي الى التصريف الثاني، وعندنا هذا هوم وورك اللي تتدربون به على السبيلنج. وطبعا ما ننسى الكتاب هم بي هوم وورك اللي هو هذا الهوم وورك، تكتبون قصه عن الرحله مالتكم. زين ثانك يو ماي ستودنت، اي لاف يو اول.